السلام عليكم أحبتي الكرام، وصلنا الآن إلى الدرس 57، درس مهم جدا من هذه الباقة المميزة. وكلمة اليوم هي كلمة avoid. avoid سوف نتعلم استخدامها في جمل في مثالين، ونأخذ مرادفات كلمة avoid. avoid avoid كل هذا فقط في دقيقتين. الهدف هو حفظ 90% من المعلومات من أول مرة، 20 كلمة جديدة تقريبا. حاول الآن أن تركز معي حتى نحقق هذا الهدف. get ready، اجهز الآن. Write all the phrases. So you need a notebook and a pencil. تحتاج إلى قلم وكراس. Just 2 minutes. ركز معي دقيقتين. And repeat after me 5 times aloudly. الآن اضغط على إعجاب واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس مباشرة. كلمة اليوم avoid. avoid تجنب، تجنب، تفادى، ألغى، أبطل. avoid. avoid نأخذ مثال على كلمة avoid. You can't avoid conflict. You can't avoid conflict all the time. لا يمكنك تجنب الصراع أو النزاعات في كل وقت أو دائما. You can't avoid conflict all time. You can't avoid conflict all time. نقرأها معا. You can't avoid conflict all the time. You can't avoid conflict all the time. نأخذ مثال ثاني. On the other hand, من ناحية أخرى. On the other hand, maybe it's a good way to avoid trouble. On the other hand, من ناحية أخرى. Maybe, ربما, it's a good way, إنها طريقة جيدة, to avoid trouble, لتجنب المتاعب. نقرأها مع الآن. On the other hand, maybe it's a good way to avoid trouble. ممتاز. نأخذ مرادفات كلمة avoid, abolish, أبطل, bypass, تجنب, dodge, يتفادى أو تفادى، cancel، ألغى. أحسنت. الآن حاول أن تكتب جملة تستخدم فيها كلمة avoid. كون جملة استخدم فيها كلمة avoid، وإذا كان هناك بعض الصعوبات لديك أخذ أحد الأمثلة التي مرت علينا قبل قليل واكتبها أسفل هذا الفيديو حتى نستفاد منها واستفاد منها الآخرين. شكرا لك على المتابعة، وانتظرنا في الحلقة القادمة قريبا جدا، واستمر بالمثابرة باللغة الإنجليزية. إلى اللقاء.